أنا كريم، بدرس Networking and Security بالجامعة العربية المفتوحة. قررت على هذا الاختصاص لأن سوق العمل كتير بحاجة لموظفين بهالقطاع الجديد. شو صار معي بهالثلاث سنين؟ بما أنه الجامعة العربية المفتوحة تعطي صفوف بدوام قبل وبعد الظهر، بلشت شغل بارت تايم. وبفضل النظام التعليمي البريطاني اللي بتعتمده الجامعة، قدرت برهن عن كفاءة عالية بشغلي مثل خريجين AOU اللي صاروا بشركات عالمية مثل أمازون ومايكروسوفت. بعد فترة صغيرة صرت إنسان عملي وكتروا مشاويري، وصار لازم اشتري سيارة، بس أهلي عارضوا الفكرة كرمال تكلفة الجامعة. لحظة، الجامعة مكل في قبل دعم AG Fund، يعني بفضل برنامج الخليج العربي للتنمية صار قسط الجامعة أرخص بنسبة 70%. بعد 3 سنين تخرجت وبلشت شغل فول تايم بالرغم من أزمة البطالة، لأنه خريجين AOU بيحصلوا على الشهادة البريطانية مع الشهادة اللبنانية، ولأنه كل اختصاصات AOU بتلبي احتياجات سوق العمل.